الموافقة النهاردة حصل موافقة على اعتماد معايير قومية فنية منظمة لعمليات نقل الدم. ده معناه ايه؟ احط معايير، ده معناه ان انا قاعد عمال بنظم كل حاجة في الحالة بتاعتنا دي، عملية نقل الدم. طيب ايه اللي هيحصل؟ خليني هنا اسأل وارحب اولا بدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. اهلا بك يا دكتور. الخير استاذ يوسف، تحياتي لحضرتك. ازاي الصحة؟ تعبنا من كم الشائعات اللي بيلاحق وزارة الصحة والسكان يا دكتور. الحقيقة تعبنا من كم الشائعات التي يعني دائما ما تحاول ان تحبط المصريين وتحاول ان تشكك في مصداقية ما تقدمه الدولة. انا حضرتك لسه قايل انه ما فيش الحقيقة ساعة بتعدي الا وهناك عمل وجهد قبل ان يكون هناك اقوال ترتبط بتحسين الوضع العام للمواطنين وعلى رأس الوضع الصحي، وترتبط بالحياه الكريمه. هو يعني هدف الدوله حياه كريمه لمواطنيها. ربنا يستر. طيب عايزين بقى نرجع على مساله نقل الدم واعتماد معايير قوميه وفنيه لمساله نقل الدم. اشرح لنا اكتر في دي يا دكتور، يعني ايه المعايير؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني من ضمن الـ 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 الخطوات التي تتخذها الدوله لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمصريين، صدر قانون رقم 8 لسنة 2021 الخاص بمراكز وعمليات الدم أو بنوك الدم. والقانون استحدث مجلسا اسمه مجلس مراقبة عمليات الدم. المجلس ده يضم كل مقدمي الخدمة من وزارة الصحة، من المستشفيات الجامعية، من القطاع الخاص، اللي بيتعاملوا في بنوك الدم وتخزين الدم والتبرع بالدم وفرق الدم للمحتاجين. واحدة من المهام الأساسية لهذا المجلس كانت وضع معايير موحدة مرتبطة بالتبرع، مرتبطة بالتخزين، مرتبطة بآليات الصرف، مرتبطة بالفحوصات اللي بيتم إجراءها سواء على المتبرع أو على أكياس الدم الموجودة، عشان نضمن الأمان والمأمونية والسلامة للدم المخزن وللدم المنصرف، وبالتالي للمريض اللي هيحتاج إلى نقل دم بعد الشر على كل الناس. النهاردة أو المجلس أقر أو اعتمد المعايير دي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبقى عندنا النهاردة معايير واحدة. يعني أنت هتروح بنك الدم اللي موجود في المكان الفلاني في القاهرة، في الدلتا، في أسيوط، في الصعيد، في سينا، في السويس، في مدن القناة، في القطاع العام، في القطاع الحكومي، في المستشفيات الجامعية، في المستشفيات التابعة للصحة، في المستشفيات الخاصة، في المستشفيات الأهلية، هتجد نفس المعايير ونفس المستوى من تقديم الخدمة أو من توافر الدم بشروط الأمان والسلامة. ده ببساطة الموضوع. طيب ده عظيم جدا. إذا أصبح في عندنا معايير توافقية معتمدة لمسألة نقل الدم بشكل عام، وده في عموم الجمهورية، مظبوط؟ دكتور حسام ما سمعتش. بقول لحضرتك إذا أصبح في عندنا معايير قومية معتمدة أصبح متوافق عليها للتطبيق في عموم الجمهورية. بالضبط كده. يعني بقى عندنا بنوك الدم في أي جزء من أجزاء الجمهورية بقى في معايير. إيه هي المواصفات اللي لازم تكون موجودة في المكان سواء من الناحية الإنشائية أو من ناحية التجهيزات؟ إيه هي المواصفات اللي لازم تكون موجودة في العاملين في بنوك الدم أو مقدمي الخدمة؟ إيه هي المواصفات التخزينية؟ إيه هي الفحوصات اللي كلنا اتفقنا عليها كدولة مصرية من خلال وزارة الصحة المسؤولة عن الصحة للفحوصات اللي هيتم عملها للمتبرع قبل ما يتبرع او لكيس الدم نفسه؟ ما هي الفحوصات والتحاليل التاكيديه اللي بتؤكد خلو الدم ده من اي نوع من انواع الامراض المنقوله عن طريق الدم؟ ايه هي الاحتياطات اللي المفروض تتاخد قبل مصرف دم لحد عشان اضمن التوافق واضمن السلامه؟ كل ده تم اعتماده واقراره ليصبح منهجا لكل بنوك الدم في جمهورية مصر العربية.
عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.